هي لسه مع الفن، وهنروح كمان لفنان كبير وجميل وليه جمهور كمان عريض في مصر مؤخرا، خاصة ما بين الشباب، الفنان عزيز مرقة اللي بيقدم الحقيقة 3 أغاني باللهجة المصرية. طبعا فنان عزيز مرقة هو المطرب الأردني المعروف، وهو يعني تشكيلة من المواهب المختلفة، مغني وكاتب وملحن ومؤدي، وبالتالي احنا قدام أيضا ظاهرة فنية تستحق الاحترام. والجديد بقى ان هو بيطل علينا بأغاني بلهجة مصرية وعدد من الدويتوهات الجديدة اللي هيقدمها للجمهور المصري اللي هو حريص الحقيقة على إقامة حفلات مختلفة في مصر. خلونا نرحب بحضراتكم من الأردن، بيضم لنا الفنان الجميل الأردني العزيز الفنان عزيز مرقة. أهلا بيك، منورنا في التساعة على شاشة التلفزيون المصري. متشكر قوي يا صديقي، وأنا بحييك وبحيي قناة مصر. يعني أنا الحقيقة من المعجبين، ويمكن حضرت لك حفلات كتير في القاهرة، خاصة أغنية بنت الناس وباي وغيرها من الأغاني الجميلة ليك، لكنه المميز بقى المرة دي ان احنا هنشوفك بتغني باللهجة المصري، دي ده خبر كويس للمصريين. صح؟ والله انت عارف بعد السنين دي كلها وبعد الدعم من الشعب المصري والمستمعين المصريين اللي بجد اتاحوا لي منصة اني ابقى فيها قادر اني احقق احلامي ككاتب كلمات، كاتب اغاني، كمغني، حسيت اني يعني في علي مسؤوليه وواجب اني بالمقابل اغني للمصريين باللهجه المصريه. وعملنا اغاني جميله جدا، في منها هتبقى بالتوزيع توما، وهي هتبقى اغنيه مع احمد سعد، وبرضه اغنيه ثانيه مع احنا قدام اتنين دويتو صح؟ معلش احنا قدام اتنين دويتو واحد اتنين دويتو، ولسه دلوقتي برضه بنتكلم مع احمد كامل برضو على اغنيه، بس لسه بنتكلم في موضوع الاغنيه، بس برضو هتبقى باللهجه المصريه، وانا بجد متحمس قوي. ومع الفنان احمد سعد كمان. مع احمد سعد هتبقى هي اغنيه من الحاني ومن كلماتي، لكن هو كتب الحته المصريه وانا كتبت الحته الشاميه. فالاغنيه دي اللي بيميزها هتبقى باللهجتين الشاميه والمصريه، لكن احيانا انا بغني بالمصري وهو بيغني بالشامي. وبرضه اهم ما يميزها انها هتبقى من توزيع توما، فهتبقى كده يعني بين الحان شاميه لكن توزيع مصري اصيل. احنا شايفين تعاون مع فنانين ومطربين مصريين كتير الفتره دي، اعتقد كمان في مجموعه من الاشعار الجديده مع الفنانه مي القيع اعتقد. طبعا طبعا، لما قابلتها لقيتها انسانه كده متواضعه ولذيذه، وطبعا هي شديده الذكاء، والاغنيه اللي كتبتها فعلا بسيطة، وعارف قعدنا كده على الزوم نتكلم هنعمل ايه، ايه الفكرة، فقلت لها انا عايز اعبر عن ايه. برضو دي طبعا الاغنية من توزيع برا او اللي هم ديسكو مصر، ومن الحاني ومن كلمات من القيعي، فانا يعني مبسوط كثير على التعاونات اللي بتحصل اكروس البوردر عبر الحدود بناتنا كفنانين عرب، وشاعر بطاقة ايجابية جدا من هاي جميل. الاغاني بس واضح بالاختيارات والاسماء اللي حضرتك ذكرتها، احمد سعد، احمد كامل، مي القيعي، ديسكو مصر وغيرهم من الفنانين، يعني هنشوف كمان اشكال موسيقيه مختلفه ومتنوعه، لانه كل واحد ليه طريقته، في اللي بيقترب من الاداء الشعبي، في اللي بيقترب من الهاوس والبيت والايقاع السريع، فواضح ان حضرتك مجهز لنا انواع مختلفه من المزيكا. ما انت عارف والله بعد الكورونا الواحد قاعد بالبيت وبقى بيراجع نفسه، انا بعمل ايه بالميوزك، ايه الهدف، ايه عايز اقول ايه. فاكتشفت انه اكثر الاشياء اللي انا عايز اعملها بعد الكورونا هو اني ابقى متفاعل مع زملائي الفنانين في كل انحاء الوطن العربي، وطبعا الجمهور العربي بشكل عام، لكن انا الحمد لله دلوقتي كنت موفق اني اعمل جولتين في مصر للجمهور المصري، وانا برضه راجع. انا على فكره بكره طيارتي على مصر، والله قاعد استريح يومين لاني كنت بصور ميوزك فيديو في الاردن، فقلت الاستراحه هتبقى اول حاجه في مصر، وبعدين عندي حفله في الزمالك في مسرح الزمالك يوم 9/4 يوم الجمعه، وكان في حفله من 3 أسابيع اعتقد برضه. صح، فانا دائما رايح جاي على مصر، منها يعني بشوف الجمهور، لكن برضه عشان اقدر دائما ابقى في مصر لفتره كفايه عشان اقدر انتج اغاني واكتب كلمات مع زملائي واغني مع الفنانين المصريين. جميل. طب حضرتك بقى يعني ده من حظنا طبعا ان حضرتك بتيجي مصر كتير، فاحنا بندعوك بقى ان شاء الله تكون ضيفنا
في برنامج التساعة على شاشة التلفزيون المصري، طبعا جمهورك كبير في مصر، ونحب يشوفك يعني من خلال أكثر من وسيط، فيا ريت تشرفنا لما تيجي القاهرة إن شاء الله لو طبعا وقتك يسمح. أكيد ده الشرف لي. أكيد أنا بشكرك شكرا جزيلا وألف مبروك، ومنتظرينك في القاهرة. بشكرك مرة تانية المطرب الأردني الجميل عزيز مرقة، وتعاون مع مجموعة من المصريين وإطلاق مجموعة من الأغاني الجديدة اللي باللهجة المصري وبالتعاون مع فنانين مصريين، وطبعا كتير من جمهور الشباب المصري بيحب عزيز مرقة.